la gorbenian. برخودان و راپرین جماورکی کوملانی خلچی کردستان که لسال 1991 دا دجی ظلم و ستمی بعثی لناوچو برپایان کرد نک تنها نتوی کرد بلکو لبیروری نتوکانی دیکش دا ماوتو بالویسته چی بیورانو چاونترسانه وصفیده کن دجلین او راپرین لمیجوی عراق دا تومار کراوا که گل یک بوبا دا سنانی آزادی روبروی حکمت چی زوردار و ستمکار بوتوا نحنو نستذکر هذه تاریخ و هذه هذه الانتفاضة هذه الانتفاضة سجلت في تاريخ العراق الحديث أمر يادي أو رابرين دكين وكلم يجوي عراق دا تومار كرا لبن رد رابرين كلبين أو روبرو بنوي ظلم استمو بدا سيناني آزادي برپابو بتايبتي لنا وتكاني هريمي كردستان سركداتي أو رابرين شور جيركانو قلي كدبون أنجاميان دا كم يجوب يعني تومار كردوا بوبوني وبيروزباي لقلي عراقو قلي كردستان دا كمو خوش حاريخهم دا دبرم. هي حركات وأحزاب ثورية سجل لها التاريخ هذا اليوم كانت خطوة جريئة فعلا لشعب كردستان أما أن قاوي كي زور بيران أبو بوغالي كردستان لپیناو بریاردان لسر چار نوسی خویان بدلنیای و راپرینکا بریاری کی جماوری چاو نترسانه بو دجی ظلم و ستم او راپرینه ایراده گلک بو کتوانی رو بروی ستم کاری ببیتوا هر بو علم بو نیدا سلاو بو همو گلانی آزادی خواست دمیرم نتوجه آوازکانی کرکوک پیانوایا راپرینه مزنکی گلی کرد سلمینری او راستیه یا که ام نتویاش جردستهی قبول ناکاتو لارکاتو سردم اگدابید آماده بجنگید بو بده سنانی آزادی و ما فی تاریخ و نوسین انتفاضة 91 للشعب الكردي هي رسالة إلى الأنظمة باستحقاق ما راپرین سالی 1991 نامه گوستم کران لپیناو بده سنانی ما فزود کراوکان نامه کی ایجابی بو بو برگری کردین لما فی گلیک لم رجدا كايدي رابرين او تخوازم قالي كرد دوباره دست بشخر بيد بورز غير كنين او تشكل لتيرستاني داعش وجاري شمقلاني عراق لو انها متيرز غاري ام بيتو همان فيك وكار كان بو دوباره بنياد نانوي عراق 24 سال لمو بر قالي كرد رابرين چي جماوري دجي استمكاري كاني رجمي بعض بر پاكردو زور بين او سكردستاني كاني بكركوك شو پاكردو اوي بجوي تواوي قلاني جيهان دادا كبدا سناني ازادي بيويستي بايرادي چي بهزو تاونا ترسانه هيو نابيت كس جردستي قبول بكات هلكو العزيز كانالي آسماني كركوك أغادريك لزمناكو بو آزاد برادران أغادر بكر وحوتي مانغ زماوند بكن أمسان روشي بز بو بوزغي دنگي غلي كردستان أوكاد باتواني چي تكنيكي كمواب بتواني راپرين با غليك بكاك